وركلة جزاء للاتحاد. رومارينيو ياخذ الاذن للتنفيذ. رومارينيو يرسل كرة، الله، هدف اول للنمور. رومارينيو يحرز الهدف الاول في صالح الاتحاد بعد ان تسبب في ضربة الجزاء. يذهب لتسديد ركلة الجزاء على يمين الأويشير، والنمور تتقدم أولاً في شوط المباراة الأول من كرة رومارينيو يسجلها. كانت صعبة على الأويشير، وهذه اللقطة اللي جاء معها قرار ركلة الجزاء لرومارينيو، ورومارينيو صوب كرة صعبة قوية من رومارينيو. هذه قوية من رومارينيو، لعبها في الشباك، وهدف أول في صالح الاتحاد. النمور تتقدم بأول أهداف المباراة عن طريق النجم البرازيلي رومارينيو. 1-0 الاتحاد. فعلى رومارينيو الحديد، يريد أن يعيد المباراة الثانية في مكان العبود. التمريرة ملعوبة واصلة على الجهات اليسار للمولد. المولد حاول فيها، فادي حاول، الله يا فهد، الله يا مولد، ثاني للاتحاد. الاتحاد يهدي جمهوره تذكرة الاستمتاع بمشاهدة شيء من الاتحاد الجميل، الاتحاد الذهب، الاتحاد التاريخ. فهد المولد في أول لمسة يسجل الهدف الثاني للاتحاد، يضيف ثاني أهداف النمور. المولد يخطف كورة يسجل فيها الهدف الثاني. فهد المولد استوعب الدرس يا فابيو كاريلي، في أول لمسة مع دخوله يسجل الهدف الثاني. شوف الكرة مرة أخرى، شوف الكرة من جديد، التغطية بالرأس ثم الكرة معادة من بيريوفيتش، وفهد المولد في أول انطلاقة بشوط المباراة الثاني مع دخوله يتمكن من تسجيل هدف ثاني. فهد المولد بهذا الاختراق وبهذه الانطلاقة أضاف الهدف الثاني في صالح الاتحاد. هدفين الاتحاد يتقدم الآن عن طريق فهد المولد. يلعب كرة طويلة راحت عند المدافعين إلى إنريكي. إنريكي وتمريرة مقطوعة إلى بيريوفيتش. بيريوفيتش، بيريوفيتش، الله، خلص رومارينيو. ثلاثة للنمور، ثلاثة من أروع ما يمكن، شيء من اتحاد زمان. أقول للاتحاد ارجع يا اتحاد، وارجع يا زمان، أقول للزمان ارجع يا زمان. رومارينيو يسجل الثالث للاتحاد، هدف عبر رومارينيو. نجح الأويشير في المرة الأولى، لكن رومارينيو يحضر بكل قوته باندفاعه ليسجل الهدف الثالث للاتحاد المندفع في شوط المباراة الثاني. شوف 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 الكرة الملعوبة إلى السفاح، السفاح انطلق فيها، الأويشير تألق في مواجهة كرة السفاح، ورومارينيو بعدها أضاف الهدف الثالث. البرازيلي جاب الهدف الثالث في المباراة ليعلن عن نهاية المباراة في وجه الوحدة في هذا المساء. خلاص الأمال في العودة تقفلت أبوابها على يد رومارينيو اللي سجل الهدف الثالث في الدقائق الماضية. مرتد الكرة لصالح الوحدة. الوحدة عند محاولة في الجهات اليسار، كرة واصلة في منطقة الجزاء، ومحاولة، هدف أول في صالح الوحدة. هدف، لكنه أيضا هذا الهدف لا يفرح فيه الوحدة، لأنه كان إرناني موجود في مكان التسلل. ركلة حرة غير مباشرة. شوف اللقطة مرة ثانية، العرضية المرسلة، إرناني كان في مكان التسلل بحسب إشارة المساعد الثاني أو المساعد الأول، لكن حكم المباراة إلى الآن يراقب الوضع. وفي تبديل للوحدة، وركلة حرة غير مباشرة. الاتحاد بانتظار الإذن من حكم المباراة، لكنه حتى الآن لا يعلن شيء، لأنه العودة لحكام الفيديو والتشاور مع حكام الفيديو في هذه اللقطة للتأكد من صحة هدف الوحدة أو لا. على أي حال، حتى في حال احتساب الهدف، الوحدة يحتاج إلى هدفين، يحتاج إلى مضاعفة المجهود في الربع ساعة الأخيرة المتبقية من هذه المباراة إذا أراد العودة. ولكن طريق العودة صعب وشاق جدا، لأنه في أثناء العودة قد يجد الوحدة أيضا أن الاتحاد
قد يوسع الفارق في أي لحظة، لكنه بالفعل إرناني استحق الهدف في اللقطة الماضية. اللعبة الماضية ما فيها تسلل، حكم المباراة الرميخاني مع حكم الفيديو يحتسبون الهدف في هذه اللقطة. إرناني لم يكن متسللا بهذه الكرة، المساعد الأول أخطأ حينما أشار إلى وجود حالة التسلل في الكرة الماضية لإرناني. العرضية الملعوبة لإرناني، إرناني مع انطلاقة الكرة لم يكن متسللا، وبذلك المباراة منقولة إلى فهد المولد ثم رومارينيو بتمريرة إلى بيريوفيتش، بيريوفيتش تأخر عنها، وصلت الكرة إلى حمد الجيزاني. حمد الجيزاني مع الكرة ملعوبة في الجهة اليمنى، راحت الكرة على اليمين انطلاقة لإرناني، إرناني ينطلق، إرناني يبحث عن زميل، إرناني يصل بالكرة إلى منطقة الجزاء، حجازي يبعدها وكرة تعانق الشباك، الوحدة صار قريب من التعادل، هدف ثاني أحمد عبدو. لكن القرار من حكم المباراة، نعم القرار من حكم المباراة بهدف، تردد حكم المباراة المساعد اللي أشار بمخالفة على الوحدة في هذه اللقطة، لكن حكم اللقاء أكد على سلامة الهدف في صالح الوحدة، والرأسية جاءت من أحمد عبدو، هدف ثاني لفرسان مكة. يبدو أني استعجلت مع الوحدة، يبدو أني استعجلت مع الوحدة، الوحدة وكأنه لا يعاقب الاتحاد، يعاقبني أنا في عودة الآن بهدفين، وهو قد يقترب أكثر فأكثر إلى الهدف الثالث في مباراة مفتوحة على كل التوقعات. أحمد عبدو اللي دفع فيه مدرب الفريق متخليا عن كل الواجبات الدفاعية. كرة ملعوبة في الأمام، جاء في مكان عمر هوساوي للحفاظ على النتيجة، مدرب الاتحاد يتحفظ في الأوقات الأخيرة، والكرة ملعوبة إلى رومارينيو، رومارينيو جول، خلصها الساحر البرازيلي رومارينيو، ولبتي بالأربعة ما أروع. رومارينيو دائما وابدا، ورومارينيو بمجهود الفردي يسجل للاتحاد هدف رابع يقضي على مغامرات الوحدة للعودة في المباراة. شوف الكرة مرة ثانية الملعوبة إلى رومارينيو، شوف 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 البرازيلي الساحر، شوف الكرة البرازيلية، شوف الكرة البرازيلية الخالصة اللي ما تشوبها شاعبة، وهدف رابع من رومارينيو، هدف رابع من رومارينيو. الاتحاد يوسع الفارق إلى هدفين ويقول للوحدة في الباي باي، قدمت أداء عالي في هذه المباراة، كنت